السلام عليكم. الحكم جمال الشريف يثور غضبا ويعترف بظلم المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي ويتخذ هذا القرار وينتصر للمنتخب المغربي، شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد أن شهدت مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي أخطاء تحكيمية جسيمة من الحكم المكسيكي راموس الذي أدار هذه المباراة وكان السبب الرئيسي في إقصاء المنتخب المغربي من المباراة النهائية في كأس العالم، فقد صرح الحكم جمال الشريف وأدلى بتصريحات للإذاعة القطرية وقال: للأسف الشديد ما زال هناك حكام في الفيفا ما زالت تكيل بمكيالين، وهذا ما شهدناه من الحكم المكسيكي راموس الذي أدار مباراة المنتخب الفرنسي مع المنتخب المغربي، واندهش أنه لم يحتسب ركلتي جزاء. وهنا نشاهد هذه اللقطة، وهنا نشاهد هذه اللقطة كيف امتدت قدم المدافع الفرنسي على اللاعب المغربي التي هي ركلة جزاء صحيحة 100%، وكان على الفار أن يتدخل في هذه اللقطة. أما اللقطة الثانية فهذه جريمة في عالم التحكيم، فهناك مثل هذه الحالات تم احتسابها في هذا المونديال ركلات جزاء والفار هو من احتسبها. وهنا نشاهد في هذه اللقطة كيف تم مسك لاعب المنتخب المغربي من جانب المدافع الفرنسي، فهذه اللقطة كانت تستحق ركلة جزاء أيضا. وأعتقد أن الحكم لو كان احتسب هاتين الركلتين في الشوط الأول لكانت تغيرت النتيجة، وسوف أقدم شكوى إلى لجنة الحكام في الفيفا في الحكم المكسيكي راموس وحكام الفار بسبب هذه المؤامرة التي فعلوها في هذه المباراة ضد المنتخب المغربي. أقصوا منتخب المغرب بالظلم، وسوف يتم استبعاد هذا الحكم وحكام الفار من المباراة النهائية أو أي مباراة أخرى للفيفا لحين الانتهاء من التحقيق. وفي النهاية عزيز المشاهد، هل ترى أن المنتخب المغربي كان يستحق ركلتي جزاء أمام المنتخب الفرنسي؟ وما رأيك في حكم هذه المباراة؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.